ون والله كم لنا عنه. كثير قالوا لي عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا. سلام، هلا والله بالخير، سعيد، كيف هلا الحال؟ ومسهلا. تمام الحمد لله، شو اخبارك؟ عليكم خلاف، طيبين ان شاء الله. يا رب لك الحمد. الله يجعلها. مع من؟ عادي انا. انت تبغى مين؟ اللي يبغى الحكيم يجي معي. يا شكرا. يا اللي حط انجليشي، كيف حالك يا حبيبي؟ هلا انس معك. انس يا ربي حيك، يا هلا، شارك اخبارك؟ والله في زحام. يا هلا يا جعل دائم ان شاء الله. الله يسعد. وهذه شوش، منين انت؟ انا من الرياض. اسمع على مسمى شوش. يا اخوان نكبس شيء. شوش يا سعيد، وش شوش؟ شوش صاد، والله ان اسمه شوش صاد. ها يا عيال، التب لا يروح بالله، ها التب لا يروح بالله على شاني مجامله. يا اخوان التب الحين. ايوه يعني تستاهل عادي، كل شوي ياخذ التب، تعودت عليه يا اخي، خلاص طفشت من التب. يا اخوان نكبس، لا انتم نكبس وشير. كيف رمضان معك يا سعيد؟ رمضان يعني وش بيكون فيه؟ صيام وعباده كذا فعاليات. ايش عندك؟ تعجبني صراحه. والله ما في فعاليات، نصوم نمسك عن الاكل الفجر، نفطر اذان المغرب. بالله من جد؟ وزيكم بالضبط يعني. اي والله. تكبيس. ومعنا مسابقه في السنابك، ودك تشتركين معنا؟ الله يحييك. ايش المسابقه؟ عليها هدايا وكذا؟ اجل المسابقه ببلاش اكيد. فيها سبايك ذهب واطقم ذهب وجوالات وساعات. خير من الله. دبل يا جماعة، دبل كبسوا. لكن عاد شروطها صعبة شوية يعني. ايش الشروط؟ الشروط لازم يكون طولك 250، استشهدتي مرتين، عندك خبرة 20 سنة. سمعتي؟ حلو جماعة، الدبل. أما الجائزة الكبرى، سيارة، لكن شروطها صعبة شوية يعني. حركات دبل، لازم تجيب اللي يجني مربط. الدبل يا اخوان، الدبل دبل يا اخوان، على الله، 5 دقائق يجيب الله مطر. الدبل تب ولا يروح. ولد يا ولد يا اخوان، الدبل مرة عدم الله شق قلبه، تحسنا على اول جولة، قلنا لعل الله التب ما يبلع. يا رب دمر بتجحفلك. شوش كم عمرك انت؟ من هي؟ شوش. كم تعطيني؟ مدري كم يعني؟ رايك انت؟ كم يعني؟ دبل يا جماعة 30. هوب يا طارق، لبى روحك. يلا لا تخلونا يا عيال تحاوشوا ناخذ التب. قمر قربت يا اخوان، والله قربت بقعة. التب قرب يا اخوان، شدوا بالله عليكم. يا اخوان الفزعة سحب ندو. استغفر الله العظيم واتوب اليه. امون شيري يا حياة بقعان، وش معك؟ التب 2 قريب منا بقعان. هي مرة قريبة. يا شوش، الحكم الأول تجي تدعميني بذيب. خليها ليلة العيد، إيش رأيك؟ أجي أدعمك بذيب. التب 1 بيفلح ذا الحين، ما بيفلح في العيد. الحكم الثاني. الحكم الثاني شو اسمها؟ تدعميني بذيب. كنا نحتاج دعم غير يا أخي. دعميني بذيب. لا كام دعم. كم بقي لها اخر الثواني؟ يا شياطين والله قربت. قربت بقعه، والله قربت، جني نفخها. اذن عند من؟ لا انا في القصيم اذن. في باقي بدري عندنا في مكه، ما يذن الحين. اي باقي لكم، باقي لكم 10 دقائق.
باقي لنا 20 دقيقة يلا هالعافية. ايوه ها ها. يا اذن 14 الحين 54 باقي. 10. جماعة اخر الثواني. يا اخوان يا. الحين امسكتوا عندكم صح؟ اي احنا بقصيني امسكنا. واو انها لذيذة. يا جماعة الواحد الدعاء. هلا الله يعطيكم العافية، الجولة كانت للتوب، الله يرعاكم، نشوفكم على خير إن شاء الله. الله يسعدك يا سيد يا حلا هلا هلا يا حلا. بسرعة 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 بسرعة، قوام، أطرف واحد أطرف واحد أطرف.